السلام عليكم ورحمة الله. اليوم درس اللغة الإنجليزية للصف الخامس الإعدادي، إن شاء الله راح نبدي بمنهج اللغة الإنجليزية خامس إعدادي. اليوم راح ناخذ أول موضوع اللي هو اليونت 1، المضارع البسيط والمضارع المستمر. قاعدة هذه عيني، هذه قاعدة المضارع البسيط والمضارع المستمر. ها عيني، present simple and present continuous، أول قاعدة باليونت الأول. يلا عيني راح نشرحها بالورقة. يلا ماما، present simple المضارع البسيط، خلينا ناخذ present simple. present simple اللي هو المضارع البسيط، هذا يستخدم في زمن للتعبير عن الأشياء التي تحدث بانتظام. عندنا قاعدته في حالة الإثبات، في حالة الإثبات يعني بالمثبت، الآي الآي والذي، الآي والذي والوي واليو، يأخذن فعل مجرد. فعل مجرد شنو معناه؟ يعني خالي من أي إضافة، يعني خالي من أي إضافة ES, IED, ING زائد تكملة الجملة. الشي والهي والإت يأخذن فعل زائد S أيضا زائد تكملة الجملة. هاي وين؟ هاي في حالة الإثبات. شنو دلائل المضارع البسيط؟ دلائل المضارع يعني مين عرفه هذا؟ دلائل المضارع البسيط هي ظروف التكرار. تعرفون ظروف التكرار اللي هي always, usually، always يعني دائما، usually عادة، sometimes بعض الأحيان أو أحيانا، often غالبا، و every يوميا، و never أبدا. هاي شنو؟ هاي ظروف التكرار. شلون يعني ظروف التكرار؟ يعني دلائل المضارع البسيط، ظروف التكرار. زين خلنا ناخذ مثال example. ناخذ مثال نقول the sun not go، the sun not go عيني، the sun not go، هذه sun. زين around the earth يعني لا احنا بعدنا ما ماخذين النيجاتيف. The sun go around the earth. شو نقول؟ نقول the sun goes، لأن the sun مفرد، around the
earth، يعني ايش خليت؟ خليت للجو اس، يعني عندي هي وشي وات، خليت اس ضفنا لها اي اس هي الجو. زين، هذا شنو؟ هذا في حالة الإثبات. مثلا نقول they they always be loved. شو نقول؟ they ينزل، طبعا هاي الجواب وهذا الجواب، they always ينزل، وال be كل شو ما خلي له فعل. ليش؟ لأن عندي الآي والذي والوي واليو يأخذن فعل مجرد خالي من أي إضافة. هذا شنو؟ هذا في حالة الإثبات، في حالة الإثبات. زين، نفسها للجملة ناخذها بالنوت. هذه نيجاتيف، نيجاتيف يعني نفي، نيجاتيف نيجاتيف نفي. النفي شو خلي؟ الاي والذي والوي واليو ياخذن دونت زائد تكملة الجملة. الشي والهي والات ياخذن doesn't زائد تكملة الجملة. هاني زين، نقول the sun not go around the earth، the earth. Now example حتى ترتيب. هعيني الجواب شو نقول؟ the sun، يعني اقول لك شو نخلي؟ doesn't. نقول the sun doesn't go around the earth. زين، إذا مثلا جملة ثانية نقول they not stay up late during the week. الجواب شو نقول؟ they don't stay up late during the week. يعني النيجاتيف شو خلي؟ اي وذي وي يو ياخذ دونت زائد تكملة الجملة، طبعا زائد فعل مجرد لان انا عوضتهم مكانه دونت، وايضا هذه فعل مجرد لان عوضتهم مكانه doesn't. يعني هاي في حالة النيجاتيف. في حالة الكويستشن، في حالة الكويستشن سؤال، ايضا نقول do يجي ويا الفاعل I و they و we و you ياخذن فعل مجرد زائد تكملة الجملة زائد علامة استفهام. و does إذا كان الفاعل she و he و it ياخذن أيضا فعل مجرد زائد تكملة الجملة زائد علامة استفهام.
عيني. فنفس هالجملة ناخذ example. أقول the sun go around the earth. خلي علامة استفهام أو بين قوسين استفهام. شو نقول؟ The sun يعقول does، يعني مفرد does go، does the sun، does the sun go around، بعدين أخلي علامة استفهام. وإذا do مثلا يقول لك، يقول لك they stay up late during the week. شنو الجواب؟ نقول they stay، نقول do they، لأن they عدي، هذا خلينا ذا صار مفرد خليها does. do they stay up، تكملت الجملة وخلي علامة استفهام. عيني هاي present simple. عندي شوية قاعدة صغيرة في البي، الفعل بي يتغير يتحول نقول إلى حسب الفاعل، حسب الفاعل يتحول. مثلا الآي ياخذ آم، الهي والشي والإت ياخذن إز، الذي والوي واليو ياخذن ار. زين يقول لك they be always lot، بس هيك يقول. تش تسوي؟ هذا مثال. جواب شو تقول؟ تقول they، شو تقول؟ they are always lot، بس هيجي يعني حسب الفاعل. هذه they ياخذ r، البي يتحول الى r. يعني مثلا مثال ثاني، ناخذ مثال ثاني. كفي هنا، كفي. شو نقول؟ احمد بي a good player. شو نقول؟ أحمد is a good player. زين خليت أحمد is ياخذ. هاي قاعدة present simple. نجي على قاعدة ثانية، هي present continuous، المضارع المستمر. present continuous، المضارع المستمر. هذه أخذنا المضارع البسيط، وهسه راح ناخذ المضارع المستمر. هذه باليونت الأول. يستخدم زمن المضارع المستمر للتعبير عن أحداث وقعت أثناء لحظة الكلام. فالقاعدة مالته الآي ياخذ آم، الهي والشي والإت ياخذن إز، الذي والوي واليو ياخذن آر، زائد طبعا فعل زائد آي إن جي زائد تكملة الجملة. دلائل المضارع المستمر، دلائل المضارع المستمر كلمتين ناو ومومنت. لا والله أكو now و moment. بعد خلينا نتذكر طبعا look و today و please be quiet. تو شوية الخامس اكو هواية دلائل. please be quiet بعد شنو؟ هاي هي بس ثانية. هذا دلائل المضارع المستمر. خلينا ناخذ هذا طبعا في حالة الإثبات. ناخذ مثال في حالة الإثبات.
وانا القلم الاحمر. يلا عيني. في حالة الاثبات جملة شو نقول؟ I try to do my math homework. نقول look هيجي. لو تجي بالبداية look at this أو please، لا ما نقول هذه، أو please مثلا نقول لك please be quiet، هذا please be quiet يا أما تجي بالبداية أو بالنهاية عادي. فإحنا شو نقول، شو نخلي الجواب؟ I أخذ am، I am trying أضيف له ing، وهاي الجملة تنزل نفس ما هي. I am trying، والجملة تنزل نفس ما هي. زين شنو بعد ناخذ لنا بعد مثال ثاني؟ ناخذ لنا بعد مثال ثاني. شو نقول مثلا؟ نقول لك look at these pictures of أميرة. بعدين نقول لك she بين قوسين wear crazy hat. شو نقول؟ لا هذه دلالة المضارع. يقول لك she، شو نقول؟ she is wearing. ها هاي الجملة نفس ما هي. هذا في حالة المثبت، هاي في حالة الإثبات. زين في حالة النيجاتيف، النيجاتيف النفي، نيجاتيف نفي. الآي ياخذ ام نوت، ام نوت، والشي والهي والإت ياخذن إز نوت، والذي والوي واليو ياخذن ار نوت، ار نوت طبعا زائد فعل زائد اي ان جي زائد تكملة الجملة. زين نقول مثال وي نوت، وي نوت يقول وي نوت، وي نوت جو، go out in the middle of the day. شو نقول جواب؟ we are not، we are not going out. تكملت الجملة we are not going، وتكملت الجملة. في حالة الكويستشن السؤال، السؤال طبعا القدم الفعل على الفاعل، they ياخذ are، نقول are they. فنقول مثلا عندنا نقول علي and يوسف study in England at the moment، at the moment. الجواب بين قوسين طبعا لو question، لو هيك يقول question. علي and يوسف يعني جمع. شو اقول لو اقول اقول are، لو اقول are they، لو are علي and يوسف studying، studying أبقيها وأضيف لها ing تكمل الجملة، وخلي علامة استفهام. ها عيني، وخلي علامة استفهام. هاي عيني درسنا اليوم.
في حالة النيجاتيف هذه الإثبات أخذناه، وهذه النيجاتيف والكويستشن. الكويستشن نقدم الفعل على الفاعل، وهنا يقول لك we not go out in the middle of the day، نقول we are not going أو we aren't أو اختصار aren't. ها عيني، وإن شاء الله افتهمتوا، وإن شاء الله التوفيق.